عشان ما اتغدى. بيسوى هيك على اي شيء تتعصب، مش لاقي شيء. غني خلص، قلت لك غني غني. شو بيفيدوك هلا الاعصاب يعني؟ شو بيفيدوك؟ ما انا شفت انا شو وصل لي امبارح. اكيد العالم كلها بتحكي، بس انه خلص ما بعرف شو اصلا، ما بعرف شو ليه زعلت. ليه انا زعلان؟ بعد انه هالشيء اللي قالت لك اياه امك، بعرف شو كان قصدي. فهمتي؟ ما في دابا عندنا الايفال، دوزو مجان الايفال. من بعد الايفال لا ما شفت شيء، عم باكل هيك وما في ولا شيء. هدد خلص بليز. بليز خلص. حلوة طوال. سكر مش معقول، سكر سكر. شو رح ابكي؟ شو رح ابكي بكره؟ ليه؟ على حالي. على شو؟ على حالي. كل هيك قاعدة هون. الحمد لله. لا خلاص على حلال يعني، بنت زي القمر ما تتكلمش عليك. لا حبيبي يا صاحبي، قدامك يا صاحبي. وانتي انت برضه ممنوع تتكلمي؟ لا حول ولا قوة. انا وسهيلة وهي هم الحلوين دايما ما بيتكلموش. لا انكسفت كثير. اوفر صح؟ قوي صح يا رفايل، اوفر صح؟ صفي وصفي عفه. صفي صفي صفي. Mm-hmm.